قلت الحمد لله، ايش غدا ندير؟ النقاب ديال جدة غامل، ما عرفت من اين قرن ما تصبر. وسارة وعبد الله بحال شي تلفازة كانت خدامة ودرتي ليها بوز بكثرة الصدمة، وهو يقول لعبد الله ها هي كتهضر، وهي تقول له سارة دابا حيت عمي كان فقيه علمها كيفاش تسبح، وهو يقول هكاك. قالت لي يلا نخليوك عبد الله دابا، وهو يقول نوصلكم. قالت لي لا بلاش شكرا ربي يخليك، بلا بيك ما عرفت اش كنا غنديرو. الدار ليك انتي وياه. مسكينة بقات فيا، كانت مازال باغا تجلس ولكن خافت على مستقبلها، لنصدق فرشها وتبان في عينيه كدابة ويولي مخليها كيف ما خلاني. خلاني وهجرني الكافر، خلى دموعي في عينيا وحلف حتى يسافر. طريق كله وصارة كتصبرني وتمرمدني بالمعيون، مرضات حيت حشمتها قدام فارس أحلامها عبد الله. قالت غير قولي ليا اش درت ليك اختي عالية حتى تعاقبيني بهذا الشكل، حرام عليك شوهتيني مع السيد، دابا اش غيقول عليا؟ عائلتها حماق، وفاش نتزوجو غير ندابزو يعايرني ديما بيك. قلت ليها مالي اختي درتها بالعاني، جاتني الشهقة وشدتني العطسة نحبسها فيا ونولي مكسلاليك تما كيس لوكي وكان كشكش، وعاد تشوفي الشوها ديال بصح. قالت نقولوا هادو جاو على غفلة، والكاس دلحليب اللي هبطي عليه هبطة وحدة، تقول عمر في حلقك ما دازت النعمة، والمسكة اللي جلستي كترتقي كالشيخة. قلت ليها وكنت غنطرطق بالسكات، والحليب مالي كان حلبو ولا كان رضع باش نديرو جغمة جغمة. زيدي انا بغيت سيدي ربي كيف ما فضحتيني فضحك المفضوحة. وصلنا للدار ولقينا العصابة زعما ماما وخالتي واقفين حدا الباب كيتسناونا، هاد الشي لا يبشر بالخير. وهي تقول الوالدة فين كنتو هادوك المتلوفات؟ قلت ليها مشينا لقطن بك ولقيناه باقي منور. وهي تقول الوالدة يا سيدي يا ربي إلا ما تعطيش عقل هاد البنت ويكون داير التشغيل التلقائي. وهانتي يا أختي شوفي بعينيك باش بلاني الله، قرانها داروا الولاد وهي مازال كتقلب على النبك. قالت خالتي ما كاين باس دابا ديروا بزز منها، وشوف يا بنيتي يا عالية الله يغطيك ويفرشك برضا، دار العريس محتاجين اللي يعاونهم تما وما نلقاش محصل منك حيت انتي عقلك باقي ما كيفكرش باش يتعلم الغدر. قلت ليها دابا واش كتدعي معايا وكتخشي ليا الغدرة؟ واش انا قالوا لكم خدامه في الموقف صيفطوني من دار لدار؟ هاد الشي راه بزاف، هاد الشي راه حرام ما يبغيه لا ربي ولا عبده. وهي تقول ساره ماما خليني نمشي انا الله يستر عليك الله يعطيك حجه. وهي تقول خالتي ايوا وشكون غيعاوننا هنا وشكون يحضي اختك ليسحر ليها شي حد؟ قالت ساره عالية ماما. وهي تقول الوالده أويلي على عالية، عالية بنتي ما تعرف تحني ما الدنيا وباقانية داغية يقول بوها. قلت هاي 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 وزيدوا زيدوا زيدوا سبوني وعيروني، مالي شفتوني كلا وحش راوطي وكنضرب بالحجر؟ أنا راه العقل اللي عندي ما تكسبوهش، أنا مالي ما عندي زهر، الحبيب ديالي تغير وزاد عطاني بالظهر. وهي تقول خالتي إياها بنتي انتي هي مولاة العقل، غير فكينا في هادي الله يعطيك ما نويتي وما تمنيتي. قلت ليها والله خالتي غير كتبقاي فيا والعروسه كنحسبها اختي، اما والله لا تزعزعت من هنا. شحال تعطيني بعدا الى مشيت؟ وهي تقول خالتي العاطي الله ودجاجتك كامله مكموله وبكامونها من الفوق. قلت ليها صافي مشات وغنمشي، مدات ليا ميمتي حويجي وساره ما دخلتها همها غير بزز للدار، كانت غدا تموت بالفقصه
حيت ماشي هي اللي غدا تمشي. يخ شحال عزيز عليها تمارا. جا ولد خالتي خو سارة وصلني بطوموبيلته حيت كانت بعيدة دار العريس من دار العروسة، ما عرفت كي دارو حتى تلاقاو. داكشي علاش سولت، ما فيا اللي خدم عقلي. ياسين كي دارت تلاقات اختك مع سعدها؟ وهو يقول في الجوطية وبدا كيضحك. قلت ليه اه اويلي لقاتو في الجوطية وبشحال. دوز دوز اخويا على الجوطية هي الاولى، ما تعرف لقات ما ميموني شاد الصور وطالق لانتير. وصلنا للدار. لا ماشي دار، فيلا. ويا سيدي ربي شحال كبيرة. اول حاجة طاحت لي في البال هي الى قالوا لي صيقيها صافي عمري تفنى ومشخلة. دخلني ياسين ليها وحاسة براسي بحال شي خدامة جايبيني من الموقف، احساس خايب. والله تلاقاتنا واحد السيدة سميتها أمينة أمت العريس. تلاقاتنا واحد السيدة سميتها أمينة أمت العريس، على ما عرفت باين عليها من دوك الناس الدراوش الطيبين. سعدات العروسة بيها، رحبات بيا ودخلتني للصالون اللي كان كبير بعد ما مشى ياسين، وعطاتني أتاي وبدينا كنتجمعوا. وبيني وبينكم جمعت حماقي شوية. قالت لي الله بنتي والله إلا جيتي في وقتك، شحال كنت محتاجة شي بنت تعاوني. قلت ليها الله ودي ولاش نصلاح وخالتي، مرحبا حتى من دابا، غير قولي لي فاش نعاونك. قالت أنا ما بغيتكش على ود الشغل والشقة، داكشي كاين اللي ديرو، أنا محتاجة ذوقكم نتوما البنات فتوجد العروسة، فهمتي؟ حيت انا ما عنديش البنات وما عارفاش ذوق البنات ديال هاد الوقت، وتعاونيني حتى في الحفله اللي غنديرو هنا باش نرحبو بالعروسه الجديده. قلت ليها مرحبا. يا سلام ايش هاد السلوكيه اللي طالق عليا القدر، واش انا كنحلم ولا كنتخايل؟ تهنيت من شقة وتمارة وجيت للراحه والنوم الهاني. قال لك باغا ذوقي وأخيرا لقيت اللي قدرني ويعاملني كإنسان عاقل وواعي ومثقف، اللهم لك الحمد. ما كرهتش النوض نعنقها ولكن خفتها ترجع تبدل رأيها، وهي تقول دابا أبنتي هاد النهار خليك ترتاحي حتى الغدا ونبدأ على خاطرنا، باقي العرس سيمانة وأرى ما نخدمه. دابا أجي نوريك بيتك ترتاحي على ما يوجد العشاء. قلت واخا خالتي. سمعتوها ولا غير انا اللي سمعت؟ قالت بيتي. قيدوا قيدوا نحتاجكم تشهدوا معايا في شهادة السكنة. واي بيت كبير، حسيت براسي بحال دوك البطالات الفقيرات اللي في الافلام الامريكية، كيجيبها الامير القصر وكيوريها بيتها وكتبدا تنقز فوق الناموسية. والله حتى داكشي اللي درت، مالي معلياش الله مني منهم، غير هما كينقزو كي الحيلات وانا كي الفياله. حتى سمعت سلوكه كيتغزغزو عاد حبست التنقاس وتكورت وضربتها برقده طويله، ما ضربتني الفيقه حتى للجوج ديال الصباح، وغير كرشي اللي كضرب الكمانجه هي اللي فيقاتني. مشيت كنقلب على الكوزينه لقيتها غير بحاسة الشم، حليت التلاجة لقيت شي كاشير وزردت على بوه، حليت التلاجة ولقيت شي كاشير زردت على بوه وزدتها بواحد كاس ديال الحليب. ما حسيت براسي حتى وقف عليا شي حد. ما نقول ليكم وحش، ما نقول ليكم دحش. ملي شعل داك العجب الضو غوت انا وياه، هو تصدم وانا تصدمت ولكن هو اكثر. قال عاليه اش كديري هنا؟ قلت ليه كنتحشش كناكل اش كندير، انت اللي اش كدير هنا؟ وهو يقول هادي راه دارنا. قلت ليه بصح وبزعطه الا كانت داركم. وهو يقول اش كديري انتي هنا؟ قلت ليه جايه نخطبك، جاية ضيفة عند خالتي أمينة. وهو يقول
وبقينا صفة جاية. قلت لي ضيفة من عائلة العروسة. عبودي اجي شوف ليا إلا كانت شي حاجة كتقصة، هاد الكاشير غير هر ليا معدتي. وهو يقول حيدي من قدامي وحل الثلاجة وعطاني الفرماج والرزيزة، سخنتها ودهنت لها الفرماج. قلت له شكرا. وهو يقول لا انا باقي ما مطيقش. قلت لي لا انا ديما كنقول شكرا عادي ما متكبراش، والله لا متواضعة منذ نعومة اظافري. وهو يقول ما مطيقش اش كديري هنا، زعما هادي كلها صدفة، وعلاش انتي بالذات اللي جيتي؟ قلت لي انت اكتر واحد عارف باللي انا عقلي ما فيهش الغدر ونيتي صافية، داكشي علاش صيفطوني، حيت عارفيني ما نسحر ما نطير راجل. وهو يقول عندك الصح، هبيلة وما عندها مخ. قلت لي بزاف عليك، شوف واش كون كيهضر بحال لا انت مطفره، حيد من طريقي خليني نمشي ننعس، على الله يطلع ليا النهار مسجد وخامسة بحا على كمارتك الزينة. اجي بعدا اينا طريق نشد في الرجعة. وهو يقول سيري نيشان ودوري على ايدك ليصر، وغير تطلع الشمس هزي حوايجك ورجعي منين جيتي، ما بغيتش نعاود نشوف وجهك. قلت لي وعلاش بالسلامة؟ قال لي كتعصبيني وباختصار ما كان حملكش. قلت لي شتيني انا مقطر ليا من عويناتي بوعو الاخر، صبحنا على الله. ضربتني الفيقه مع 6 ديال الصباح، كنت غنقول معجزه كون ما كنتش ناعسه مع 8 ديال الليل. فقت بكامل رشاقتي واناقتي في بيجامتي اللي مرسوم فيها الارنبات وداكشي، وبشعري اللي شاد الريزو القمر الاصطناعي. توضيت وصليت الصبح وخرجت نتبرد ونشوف جو العروبيه مع شروق الشمس، ومع ما كاين حد جلست كنتجبد وندير الحركات، حتى طاحت ليا في بالي ديك القصه ديال المسخوط في الحمام، وانا نجمع عظيماتي في البلاصه لا يخرج شي حد ويلقاني مكوفره ويوليو مسمين عليا المسكونه زياده على الهبيله. شويه شويه بان ليا عبد الله خارج من الكوري، هذا 100% يكون بايت مع البقر. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، واش انت انس ولا جن؟ فين مندور نلقاك؟ ما كتنعش لا بالليل لا بالنهار. وهو يقول جمعتي حوايجك. قلت لي حوايجي وعلاش بالسلامة؟ قال باش تدرقي زلافتك. سمعت ندرق زلافتي، تخيلت راسي رجعت لدار خالتي وجميع أنواع العذاب والحرمان كيتمارسوا عليا، بقى فيا راسي والله داكشي علاش بغيت نعاونه. وإلا كانت حاجتك في الكلب قول له سيدي. قلت ليه عمرني ما شفت شي راجل كيكره أمه وباغي ليها العذاب قدك انت. وهو يقول اشنو؟ قلت لي باغي تجري عليا باش تعذبها مسكينه. فهمتك، ما باغي حد يعاونها، داكشي علاش باغي تجري عليا الكافر. ناري ما عندك منين تدوز عند الله، الناس المرضيين كيقلبوا بالريق الناشف على راحه ميمتهم، اما انت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما عندك قلب ما عندك كبده ما عندك فؤاد. وهو يقول انا ما عندي علاش نفسر الوحده بحالك، عقلها تقل من المطرقه. قلت لي ايه حيت ما عندكش تفسير. اشنو غتقول كاع؟ ما باغيش تشوفني؟ ما تشوفنيش، الطريق اللي نشد انت خويها، ولكن انت لا غرادك ماشي فيا، فميمتك مسكينة، وزيدون من هاد الشي كامل راه انا اللي خاصني ما نحملش نشوف خنشوشك على ما درتي فيا. وهو يقول على اش درت فيك بالسلامة؟ انا لا الفهيمة. قلت لي
خليتيني وهجرتيني وحلف ما تعود. خليتيني في نص الطريق، انت مشيتي وانا تشوهات سمعتي، انت مشيتي خطبتي وانا خليتي عليا الفم محلولة. هاللي يقول خلاها على ود، وهاللي يقول خلاها حيتاش اودي. وهو يقول كيفاش؟ قلت لي الفاهم يفهم والقاري يتهجى. قال لي ولكن انا خليتك على العقل اللي ما كتكسبيهش، ماشي على ود شي حاجه اخرى. قلت لي ايوا سير قولها للناس واحد بواحد. اودي حسبي الله ونعم الوكيل، دعيتك للي خلقك، بسببك غدا تحرم من الزرع والزريعه. رسمت الياس على وجهي ودورت راسي ومشيت مشيت المنكسر المظلوم. اما هو حسيت بيه بحال تراجع على قراره وحس بالندامه، ولكن لا تيقف عتيقه، خاصني ديما نكون مجد سلاحي نحو العدو. دخلت للدار ولقيت خالتي امينه يلاه بغات توجد الفطور، عاونتها فيه ماشي اجرا ولكن عمدا بغرض تمديد الاقامه. المهم حطيناه فوق الطبله وجا العدو والعريس. ما نعود ليكمش على العريس كي داير، انا بعدا بقيت غير حاله فمي، الناس كياكلوا وانا غناكلوا بعيني. حرام عريس بحال هذا اتلقى في الجوطيه. قلت لي خويا العريس بغيت نسولك على واحد الحاجه، ولكن حشمت والله. وهو يقول لعبد الله الله ينعلي ما يحشم، من الصباح وانتي مبرقة في عينيك بلا حشمة بلا حيا، ودابا كتقول لك حشمة تتسول. خنزرت فيه وقلت الله ينعل اللي ديما خاشي من خروفي ما لا يعنيه. احضيني سلامة. وهو يقول العريس صافي صافي ايه اختي سولي. قلت لي ما عندك شي صاحبك هكا بحالك كان كيعصر معاك حتى هو في الجوطية؟ ولا غير قول لي اين جوطية انا نمشي نحوص على مكتوبي. العريس وخالتي امينة بداو كيتفرشخوا بالضحك، اما هذاك اللي ما يتسمى ما كرهش يتيري فيا بمكحلة كون كانت في ايديه، ما عرفتش علاش ما كيحملنيش وانا ما عمري خرجت معاه العين. قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يعفو. قلت لي مالي شفتيني كانت نفح طابة ولا كان كميشي جوان؟ خالتي وش قاعد ضياف كتعاملوهم هكا؟ وهي تقول خالتي عبد الله حشومة تتعامل مع البنت هكا، وهي مسكينة جاية غابش تعاوني. قلت ليها جاية غابش نعاونكم والله القاسم. وقلت في خاطري وعلى ود الدجاجة المكمولة. وهو يقول عبد الله إيوا اختاروا أنا ولا هي في هاد الدار. قلت أنا. وهي تقول خالتي هي. عبد الله هو يقول واخا اخرج ومشى في حاله، مشي بلا رجعة. الله على راحة، إوا هذا ابتلاء وفكني الله منه، وأخيرا ظهري بدا يتقلع، عمره ما يعاود يعتب هاد الدار. إوا دابا أراك الفراجة في التلاجة. وهي تقول خالتي ما تخافيش بنتي دابا نهضر معاه ويرجع. قلت في خاطري أويلي. قالت راه ما كيخسرش ليا الخاطر. قلت المسخوط. وهي تقول عذريه. قلت الله يلقيها لي. قالت البنت اللي كان كيبغي ماتت. قلت تهنات، وحنا كنا غنزوجوه بز منه الواحد الحمقى خرجت فيه الأعصاب. وفي خاطري قلت هاديك عندها عقل ونص، سنة هاديك الحمقى ماشي أنا هي المقصودة. جاب الله اللي ما عرفتنيش، حيت باه هو اللي جا معاه يخطب ودابا باه مسافر. ناري على زهر عندي كون جرات عليا بلا ما تفكر.
جمعنا الدار وقالت لي يا باللي غنمشي ونشوفو السربايا اللي يسربيو في الحفلة اللي غدا تدير كترحيب العروسة الجديدة. مشيت بدلت حوايجي وعندك يحسب لكم ديك التبهديلة اللي كنت كلبس، راه ختكم وخا هكاك دواقة. لبست كسوة واعرة ودرت شوية ديال الماكياج والزرق في العينين، ما تعرفو يكون شي سرباي زينو زين العريس ونولي مقولبة. ولكن تقولي بديال بالصح ملي لقيت عبد الله حزرات أمه وهو اللي غيوصلنا. أنا مايل سعدي معوج، حتى كنقول الدنيا ضحكات ليا وكتعبس. ركبنا أنا وخالتي اللور، وملي جلسنا وحنا دودو 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 ولا بغينا نسكتو. أما السي عبد الله ملي جلسنا وهو قالت خالتي أمينة، والله بنتي إلا دخلتي ليا لخاطري. قلت ليها حتى أنا خالتي والله حتى وليت كنحسبك بحال ميمتي، غير الله يبعد علينا العديان والحساد. هانا ولمعاني. قالت ما كرهتش بنتي تبقاي معانا حتى العرس ديال عبد الله وسارة. قلت ليها الله أودي يا خالتي، خويا عبد الله نديرو في عويناتي ونهزو على كتافي، وإلى عياو كتافي نهزو فوق راسي، وفي خاطري وإلى عيا راسي نزوط به لشي حفرة ما عندها قاع، داكشي اللي يصلح ليه. وهي تقول بارك الله فيك بنتي، هذا هو المضمون فيك. قلت ليها انتي غير طلبي وامري وانا غنفذ في البلاصة، على خويا عبد الله رخيص عليا وفي خاطري راه ما يسوى حتى بصلة قدامي. وصلنا للبلاصة اللي هي عبارة عن كراج كبير ومزوقينه وكاتبين في بابه بصباغة ديال الماء بواحد الخط تقول مكتوب برجل تجهيز وتنظيم الحفلات والأعراس. وهاد الكراج كان هادي عامين قبل كوري، وبحال والو تدوز عامين اخرى ويولي عيادة ويولي عيادة وقاعة جراحة القلب والشرايين. راه عندنا الناس في البلاد كيتطوروا كتار من اليابان بسرعة، خمسة وخميس عليهم. دخلنا وبدينا كنتفاهموا مع السيد المكلف. قال هذاك السيد شحال بغيتوا لالا من سرباي، حنا عندنا 8. وهي تقول خالتي وحنا بغينا غير 4. قال لي هالسيد صافي غنصيفطهم ليكم في النهار الموعود. قالت خالتي اه صافي يا ولدي. وانا نقول اش من خالتي صافي راه مخوض، جيب دك العشرة نعزلو منهم 5. وهو يقول السيد ولكن حنا ما عمرنا درنا هاد القضية. قلت لي اخويا راه حنا عندنا حفلة العمر ما خاصناش نغامرو، على فاش كتجي تاخد بطاطا ما كتعزلهاش. وهو يقول السيد ما قلتي عيب، ها هما قدامك واختار. قلت قادو الصف الاول مرفوض، احنا بغينا سربايا كي النحل ماشي كي الفيالة. انت باينه كتسربي لكرشك ماشي للناس، نصيحة من عندي خدم مع الديسكور باش تطيح الكرش. الثاني مقبول واخا قصور تحضي لينا غالب عالك. والثالث مرفوض رفضا قاطعا، قالوا ليا كتبسل على البنات واخر وحده كانت بنت الفقيه، يكون داعي فيك باها وتخرج لينا في حفلتنا ونوليو مجموعين بمغرفة واحدة. الرابع مقبول مع القبول، انت بدوك العينين الخضر حضيني غير انا. وعبد الله بدا كيحمحم زعما غتفرق المناضة حيت عندنا بزايد. والخامس مرفوض، هادوك عندك شوفات ولا قنابل؟ سلامة غير مخنزر تقول قاسم معايا اللوبيا. والسادس انت ماشي مول الدنجال اللي ما بغيتي تسمح لي في 10 دريال اللي كانت ناقصاني ونقصتي لي 2 دنجالات. مقبول انت غتكون عليهم الشاف حيت البق ما يزهق، اللي كلا حقه يغمض حلقه. والسابع
السابع، انت ولد رقية ياك، إلا كان لسانك عسل بحال أمك غتزيدنا حلاوة على الحفلة. الثامن فينا هو؟ غايب، أصلا ما كنتش غنقبله، باينة نقاوتو تبارك الله غير من الشفنج اللي كيبيع. وهانا خالتي كي جيتك راكي محزمة بلفتة ماشي بقرعة لاوية. وهي تقول تبارك الله عليك وتبارك الله عليهم كاملين. داز داك النهار وعبد الله غير كيقلب ليا غا على السبة باش يشوهني قدام امه ويجري عليا من الدار، ولكن معامن مع صاحبة العقل الحجري الذهبي الذي لا يفكر مرتين ويصيب من الوهلة الأولى اللي حداها شي صورة تشدو ليري. وطلع نهار جديد وخالتي أمينة صيفطاتني أنا وعبد الله اللي ما حملش راسو باش نتفاهمو مع الديسكو. مسكين زهرو عوج من زهري، ديما قدروا كيلوحو جهتي، قالوها ملي كتكره شي حد ديما كتلاقى زلافتو قدامي، ونهار كتبغيه خاصك الرونديفو والدعاء والصالة ودير الأجر وشوف إمتى تشوفه. المهم وصلنا وكان هذا الديجي حدا القهوة اللي درت فيها ديك الحالة. قال لينا الديجي السلام عليكم. قال لي عبد الله وعليكم السلام. قلت أنا دغريا وديجورديا بغيناك الله يرضي عليك تخدم معنا نهار السبت، تزيز لينا واحد الحفيلة. قال اه مرحبا، اين نوع من الحفلات؟ قلت ترحيب بالعروس. وهو يقول هي قولي النص الثاني ديال العرس، غنديرو غير الاغاني ديال العراسات. قلت اه اش من اغاني عندكم؟ والصراحه كلمات الاغاني ما عندهم حتى معنى قدام الموسيقى، حيت الموسيقى هي الاهم. قلت لي دير لينا الشونتيون نسمعو ونشوفو ونحكمو. وهو يقول عبد الله ايش غدا تشوفي؟ قلت لي تا واش صالح؟ وهو يقول انا سميتي سلام. قلت تا مالك مضروب فردي خاوي، طلقنا الفراجة هالعار، يلا طلق الاغنية الاولى. وانا انتهز ونسيت باللي راني مهاوشة وما قدرتش نشد الميزان. وهو يقول عبد الله حباس حباس لنوليو دايرين هنايا تسونامي. المهم شوف الله يرضى عليك من الضروريات اللي خاصهم يكونوا وما يحيدهمش ليك الطبيب. اولا ستك 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 ايني ها ايني ها ها. ثالثا تكاتك لالا وتكاتك سيدي، وما عندكش ديك الاغنيه اللي كيقولوا فيها تيرارارا 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 تيريرا؟ ما عقلتش عليها، ولكن نقضيو ب احبيبي يا المفلس ما تزوجتي ما درتي عرس، احبيبي ما جاوبتي احبيبي سافر، احبيبي ما جاوبتي حبيبي سافر ما قالها ليا. كنغني وكنصفق بكثرة الحماس. وعبد الله قلت وعندك تنسالية أغنية أصحاب الجاوي داوي هلاوة؟ وهو يقول واش تسطيتي؟ زيدي قدامي راه هو عارف خدمته، ما غيتسناش تجي برهوشة توريه. شفف يا العديان وجفف بيا الأرض، ولد اللادينة بقمعته هاته. شفت في مول ديسكور كيف الناس عاجبو الحال عليا وانا مرضيتش، وكيما قال ديكارت عزت نفسي ما بتسمح لي انسى جرحي. قلت لي خاصني نوقف سيدي على شغلي بايدي، بغيتيه يدير ليا جابوا الهوا في ثلاثة دلي. قال لي وانتي مالكي؟ يجيبو حتى في تسعود صباح. قلت لي وانت سوقك؟ انا صيفطاتني خالتي نقضي ليها غرضها، ما نقدرش نخليها تحشم نهار عرس ولدها. وهو يقول لهداك السيد اسيادنا نعلو الشيطان، واش باقي ما قلتو حتى بسم الله في الزواج وقالبينها صباط؟ ديك الساعه
تقلبنا عنده بزوج، ما كرهناش نفرسوه ونغزوه، حتى بدا كيتكمش في بلاصتو بالخلعة من عينينا اللي كيخرج منها لهيب الحقد. قلت لي ياك ما راك عمى وكتعمش، انا ندوج بهذا واخا يبقى غا هو الاخر على وجه الارض. وهو يقول عبد الله 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 لقيتيني وكرهتيني، ياك انا اللي رفضتك وما بغيتش نتزوج بيك. قلت لي ضحكتيني، وشكون قال لك انا كنت بغيت نتزوج بسعادتك؟ عييت ما نتكلخ ونرد فراسي هبيله غا باش تعطينيش برد ديال التيساع، وانت غا ما زايد لاصق فيا. قال انا لاصق فيك، شكون اللي كان كيقول لاخر الحبينو والزينينو؟ قلت لي الحبينو والزينينو انا ولا انتي؟ قلت حيت عرفتك متدين وداك المصطلحات كينرفزوك وانت ما بغيتي تفهم راسك. وهو يقول قال لك المش فاش ما كيوصلش القديدة كيقول عليها خانزة. قلت لي لواه كرتاسة مسوسة، ونسينا راسنا في المعيون، وملي هزينا راسنا لقينا الجوقة دايرة علينا وكل واحد ملين كيشوف. أويلي على فضيحة، الدنيا كلها ساقت ليا الخبار وعرفات قصتي. شدني عبد الله من ايدي هانا على الرومانسية الخاوية وجرني لبرا، ما خرجنا غير بالزز، حسيت براسي أنجلينا جولي وسط الصحافة. قلت لي وازمر واطلق ليا من ايدي، ما عقش براسو من اللي شدني في ايدي حب لا ارادي وانترها بالجهد، حتى حسيت بعظامي ترتخو. قلت طلق من ايدي ماشي فدعني. ركبنا في الطوموبيل وكل واحد شد قنت ودور وجهه الجهة، واعلننا السلام البارد. وهو يقول واش ممكن نعرف علاش ما كنتيش باغاني؟ قلت ليه ماشي انت، ولكن انا اللي ما باغاش نتزوج، حيت بالنسبه ليا الزواج غير المشاكل وصداع الراس. وهو يقول وعلاش ما قلتيهاش ليا من الاول باللي ما باغانيش في عوض ما ديري ليا الروينه في راسي؟ قلت ليه خفت الا قلتها ليك تمشي تقولها لعائلتك وعائلتي انا اللي ما بغيتش نتزوج بيك، ويوليو عائلتي ديما ضاربين ليا المثل بيك ومحرين عليا العيشه حيت رفضت سيد الرجال. قال لا بالعكس كان عليك تجربيني. قلت لي ما كان حملش نغامر، وزيدون ثلاثة ديال اللقاءات معاك قضاو الغراض وكتر. قال خرجتي فيا الشيب دعيتك الله، ايوا كون جاك شي حد حمق بحالك. قلت لي كون كان حمق كاع ما يقبلوه عائلتي من الاساس، راني مرخيصاش عليهم، راني غالية زيادة على عالية. وهو يقول قلت لي مالك كتحمحم راه والله حتى بالصح. قال وشكون كدبك؟ قلت لي حيت عارفك ما كتحمحم حتى كنطق شي كدبة تسرح. وهو يبدا يضحك، غير بدا كيضحك وقفزت من بلاستي، عمرني سمعت ضحكته. انتي اول وحده تفهمي ديالي، اجي علاش ما نقلبوش الصفحه ونبداو من جديد؟ قلت لي هي غتعاود تخطبني من جديد، واش تسطيتي؟ انا راه ما نقبلش. قال وراه انتي اللي مسطيه، شفتيني انا غنقبل نعاود العذاب من الاول وجديد، انا قصدت نكونوا اصدقاء ونساو الماضي. قلت اها وفي خاطري، ومن هانيت ما يبقاش يهددني بالإخلاء وندير شهادة السكنة. وصلنا للدار ومع الخرجة من الطوموبيل تلاقاتنا سارة، كتشوف وجه عبد الله وتضحك وكتشوف فيا وتخنزر، وقالت على سلامتكم تعطلتم. قلت ليها يلا سالينا شغالنا، إمتى جيتي؟ قالت قبيلة وأنا دابا غادا. قال ليها نوصلك؟ قالت اه واخا. وهو يقول سنيني نجيب شي حاجة من الدار ونجي، وذهب في سبيله. وهي تقول لي انتي اللي طلعت لك ألا العالية؟ ضحكت وقلت ليها عاد فهمتك علاش كنتي تموتي وتجي انتي في بلاستي.
قالت إيوا على سلامتك، شوفي عندك دوري ليا بعبد الله ولا والله حتى نوريه وجهي لاخر. قلت ليها بلا ماكياج كتخلعي. شوفي يا الهبيلة، راه خاصك تشكريني حيت حاضيه ليك واللي كتشوفني معاه كتعرفو مرتبط. وهي تقول بلاش غير عطيه التقار، هو ما يقدر يشوف حتى في شي بنت اخرى. قلت ليها والله الا راكي حمقه، باقي شي مراه كتيق في رجال وباقي شي راجل كيحضر عينه. قالت باقي، والدليل هو عبد الله اللي دازت عامين على الموت ديال خطيبته وباقي كيبغيها لحد الان. قلت ليها طز، واش انتي مبوقه؟ ونقولوا باقي كيبغيها، كي غديري انتي تزوجي براجل كيبغي وحده اخرى؟ قالت وانا مالي. وجا عبد الله موراها وكملت ياك هي ميته وتحت التراب يبغيها حتى يشبع، انا المهم عندي هو ندير داري وولادي. وانا عييت ما نغمز ونعض فمي وهي ولا في هذا الدنيا. وعبد الله وكملت وعبد الله يتبعها كاع الى بغى لخلا وجلا. وهي تقول ومالكي كتعوجي في وجهك بحال ضربك طوبيس كيسوقو جن. قلت ليها وانتي اللي ضربك يا المتعوسه، دوري تشوفي. ومع الدوره شهقات كحلاتها الصقعه. قلت يلا فكيها يا من وحلتيها ونخليكم والسلام عليكم. ناري على منيحيسه دابا علم الله باش غتحزر عبد الله. وانا على انغام مشيتي فيها والغلطه درتيها، كنتي حفرتي حفره واليوم عكلتي فيها. دخلت للدار ودازت سيمانه على فاش اعلنا انا وعبد الله الهدنه، ولكن ما طبقناهاش على اكمل وجه حيت ساكنين في دار وحده، وحيت كتصيفطنا خالتي بزاف لارض الميدان باش نجيبو داكشي اللي ناقص العرس. مره كيمشي ويخليني نكمل الطريقه على رجلي وندير له طوستوب، ومره كنقلبوها صباط قدام الناس ونجمعو علينا الجوقه حيت انا عزيز عليا نتشطر وهو ما كيحملش الهضره الزايده. ومره مره كنكونو كي العسل والسمن في الحالات اللي كيكون عقلي خدام ومبعد على الهبال وهو كيكون طالق هاد سرح. وصل العرس في دار العروسه وكل شي ناشط وفرحان، وانا غادا ونقز وعبد الله تابعني. اما واحد ساريتا ولات ساهيه وشاد الركنة. وخا داك النهار عبد الله على ما قالت ما قال ليها والو، بقى غير ساكت وسكاتو ما كيطمنش. المهم من هادشي كله فاش بقينا واقفين قدام الباب وكنتسناو في العروسه تجي من عند النقافه، جات واحد الطوموبيله قداش كل شي بقى حال فمو فيها، ونزلت واحد المراه زوينه وانيقه بحال الا جايه للسجاده الحمراء ديال هوليود. وقالت سارة حنان. قلت ليها شكون حنان؟ وهي تقول خطيبة عبد الله اللي ماتت. قلت ليها وياك ماتت كي دارت حياة؟ وهي تقول خالتي لا ماشي حنان، هاديك ختها أروى. قالت سارة ناري فوتوكوبي ديالها. قلت ويلي ويلي مشيت يا بنيتي يا سارة خلا، وشكون اللي يقدر يقاوم جمالها؟ انا وياك كنبانو كي لفتات اللاويات قدام دلاحه وافيه. قالت ساره سكتي ناقصني غير همك تنتي. قلت ليها والله حتى تشوفي عبد الله كي تكوفر والله تجات معاه كيبانو مع بعضياتهم كي كاترينا كيف وريتي كروشن. قالت سكتي شوفي كي كيشوف فيها وكي غادي عندها، وهي كي كتفرنس تهجروا هي وياه كي هجرتو انا. قلت ليها ويلي ويلي سلمات عليه بالوجه هان على عبد الله امواح امواح الله يمسخه قال لك كيصلي اودي اودي. وهي تقول ساره نمشي نجري عليها. قلت ليها تجلسي الارض المسخوطه، راهي لجريتي عليها غتخسري معاه وغيديها لدارهم وداربهم خاوية
إوا تبتي، وجات العروسة وبدا العرس اللي درناه في الجردة اللي قدام الباب. سارة دخلت لداخل وأنا بقيت برا كندردب ونبرد الهوايش مع بنات العائلة. أما عمي عبد الله بقى واقف مع ديك خيتي كيتحطو شوية. بهلول صحيب سارة القديم كيشير ليا، مشيت عندو كنطير، كان مخبي مورا واحد الشجرة. قلت ليه بهلول اش كدير هنا؟ قال لي عالية لاباس. قلت الحمد لله ما شفتينيش كندردك. قال اه شفتك. قلت ليه تشوف لعمة باقي فيك ديك القاعدة الله يخليك بالخلا. وهو يقول وشكون ادها فيك الحريرة نهار العيد؟ كنت كنقلب على صرصورتي فينا هي. قلت ليه ويلي على صرصورتك، سارة راها تخطبات من زمان وراه قريب تزوج ودير التريكة. قال لا ما يمكنش، انا مشيت وخليتها باش نخدم ونجمع صداقها ونعيشها مزيان. قلت ليه ايوا فاتك الكار حنيني. سارة باح سير كمل الشوفان، الى عجبتك شي وحدة ما تعرف تطيح فيها. وهو يقول انا حتى وحده ما تعمر ليا قلبي من غير صرصورتي. اجي بعدا شكون هو داك البعلوق اللي باغي يطير حياتي مني؟ قلت لي شفتك وليتي رومانسي. عبد الله ولد خالتي امينه. وهو يقول هذاك واش صارت تعماوليها العينين حتى تشوف هذاك المخنزر، ومن الصباح وهو واقف مع ديك التعريجه. قلت لي ناري ويسمعك والله حتى تكمل حياتك كتعرج. وهو يقول سيري الله يزوجك كلمي لي يا سارة. قلت لي ملي دعيتي معايا بالزواج والله لعاونتك تشوفها يلا تلاح. وهو يقول ايوا سيري الله يزوجك بداك راس الدربوكة ديال عبد الله باش تحيدوا لينا من الطريق ونتهناو منكم. قلت انا نتزوج بعبد الله؟ والله حتى هذا بهلول مصرفق. انا نتزوج بعبد الله؟ والله حتى هذا بهلول مصرفق. دابا تخيل كون تزوجت به من الاول كي كانت غدا تكون حياتنا؟ كون راه طلقني من زمان، ولكن العيشه معاه غدا تكون حلوه، ديما غنبقى نشوفه وديما نبقاو نتعايرو وتصالحنا خالتي امينه. غير تخيل خلاني كنفرنس وهي تقول ساره مالكي كتضحكي؟ قلت ليها كيهروني سناني وانتي مالكي حقا كون تعرفي شنو درت ليك، تبوسي ليا ايديا ورجليا. وهي تقول اشنو؟ قلت ليها شفت بهلول مورا الشجره ومشيت عنده وقال ليا باغي يشوفك وجاي بغى يردك حلاله، قال لك كان كيجمع الصداق. قالت حلفي. قلت ليها والله القسم، وجريت عليه. قلت ليه سارة نساها عليك راها غتولي مرت الراجل. وهي تقول اويلي المسخوطة استاهلي ندفع لهاد الفعلة، ديما خارجة ليا في عودي. شكون قال ليك انا بغا نتزوج بعبد الله اللي من الصباح وهو كيهضر مع ديك الويلة وفي عقلو قلبو مرة اخرى؟ انا راه كنت بغيت نسي بيه بهلولتي ولكن ما نلقاش بحالو، راه هو كيشير ليا. سيري غطي عليا الله يستر عليك على ما نجي. ومشات كتجري لعندو وشيخه مع راسها، انا يحساب لي السيده مزعوطه في عبد الله وهي دايره غير بريكول، وهذا هو الغدر بعينيه. هو كان باغي ينسي بيها وهي باغه تنسي بيه، الخبيثون للخبيثات صدق الله العظيم. سال العرس في دار العروسه وسالت علاقة عبد الله بسارة. قلت ليها اش قال لك فاش قلتي ليه نفسخوا الخطوبة؟ قالت ما قال والو من غير واخا، كان مهدن ومتوقع باللي ما غنكملوش مع بعضياتنا، ونقدر نقول كان كيتسناها وهو ليش غيتسوق ليا، ولا لا اروع معمره ليه الفراغ، جاب الله اللي جاب هلول وحل ليا عينيا وتاكدت باللي ما كان بغيه. كون لا راني دابا ميته بالغيره والاعصاب، وهانتي وها انا الا ما تزوجش بيها من هنا لشي ايامات. قلت ليها وباش عرفتيها؟ قالت ياك عبد الله
ما عزيزاش عليه الهضرة بزاف، أما معاها حديت ولا حرج. قلت بالصح، ما عرفتش علاش ضراتني هضرة سارة، وخفت لا يترهد الشي اللي قالت. إلا تزوج عبد الله بأروى، وأنا أويلي على أنا مالي. بصح هي من اللي جات وعبد الله ما كيفارقهاش، وأنا عيني ما كتفارقهمش. هو المدة الأخيرة كان ديما معايا، وديما أنا وياه بجوج مع التوجات ديال العرس، وخا كان كيتعصب ويدابز معايا ديما، على الأقل كان حاس بوجودي. أما دابا ولا في دنيا أخرى، كندوز من حداه بحال شي برانية معروضة للعرس وصافي. ما نكذبش، والله حتى بديت كنحس بالغيرة. ما عرفتش واش حيت كان كيهتم بيا ودابا ولا مع مرة أخرى، ولا نيت شي حاجة أخرى. اليوم العرس في دار العريس اللي شحال وحنا كنوجدوا ليه أنا وعبد الله، وكنقلب غير على شي حاجة ناقصة باش نمشي نجري لعنده ونهضر معاه، وهو ما كيخسر عليا غير كلمة سيري سولي أمي، وبلا ما يتكلف ويشوف فيا، وأنا الغيرة كتقتل فيا. ما كرهتش نمشي لعنده ونخوي عليه قلبي ونبدا نسب فيه حتى نبرد جنوني، وديك الساعة يشوف فيا ولا يتعمى كاع. المهم بدا ستك وستك، وأنا جاوني الهوايش، هوايشي كلهم على ديك المونيكا اللي واقفة مع عبد الله. ولكن اش عندي ما ندير؟ اللهم نبرد غدايدي في الدرديك، ولا نبقى نحرق في اعصابي. يا الله انا غادا وانا نتعكل، كنت غادا نجي على خنشوشي حيت ما كنشوفش الطريق قدامي. كل شي بدا كيضحك، حتى من ديك اروى ضحكات، وانا عينيا كلهم على عبد الله، ولا محن راسو يدور يشوف شنو جاري. وتفرق عينتي عاليه قاع، هذا هو اللي قالوا عليه، كلما أحببت أحدا كلما زاد حدك الزفت معه. وأنا داك الزفت وما لاقياهش عباد الله. اشطحت حتى بردت غدايدي وجلست، حطوا الماكلة وأنا ما عندي شهية ليها. وتخيلوا أنا كنفرط في دجاج العراسات، قداش العذاب والمعاناة اللي كنعيشها ونقاسيها. سير يا عبد الله، كي كويتي لي قلبي، بغيت ليك التونية تعشش ليك في الشعر وأنا نسمع. بنتي عالية؟ قلت نعم خالتي. قالت شفتك وليتي غير ساهية، ياك لاباس؟ قلت لا والو باس، غير شوية ديال العيا وصافي. وهي تقول سمعي يا بنتي عالية، تمنيتك لولدي، واش تقبلي؟ قلت ولدك؟ قالت اه ومالو؟ قلت ليها مالي انا، واش متأكدة باغا تزوجي ولدك الهبيلة؟ وهي تقول شكون قال لك انتي هبيلة يا الحمقة؟ وانا نقول خالتي ياسين كنحسبو بحال خويا وما يمكنش ليا نتزوجو. وهي تقول ماما ومالو سيد الرجال، تمناه لالة البنات، فين تلقاي بحالو؟ قلت ليها ما نلقاش ولكن ما باغاش. وهي تقول ماما وشحال قدك ترفضي حتى تضفري الشيب؟ قلت ليها واخا ماما، إلا كنت متقلة عليك وما كنتيش حاملة نزيد عندك في الدار نهار وباغا غير تفكي مني، اه موافقة نتزوج باللي كان ومن كان ماشي غا ياسين. خرجت من الدار ودموعي معمرين عينيا، حسيت براسي رخيصة عند أمي، حسيت بالحقرة والألم، وحسيت بشي حوايج ما نقدرش نوصفهم. وفي واحد اللحظة ما بقيتش قادرة نزيد نصبر ولا نوقف، جلست في الأرض وخليت دموعي ينزلوا، ما حسيت غير بإيد حنينة على كتفي، كانت إيد ماما. قالت أحرام عليك بنتي تقولي باللي باغا نتفك منك، انتي يا الحمقة راه طرف منك بنتي وضو عينية، أنا ماشي بغيتك تزوجي باش تبعدي عليا، ولكن بغيتك تستقري في حياتك، بغيت نشوفك بدارك وولادك حتى إلى مت نموت مرتاحة ومهنية. قلت ليها الله يطول لك في العمر حتى تشوفي ولاد حفايدك، ولكن ماما أنا ما نقدرش نتزوج براجل ما كنبغيهش، واخا نعرف نبقى بلا زواج، غير غدا نتعذب وغنعذبك معايا وغنضيع حياتي وحياة واحد أخوه. وهي تقول وما تعرفي تقدري تبغي راجلك من بعد الزواج. قلت ليها
وإلا ما بغيتوش وإلا بغيت واحد آخر شكون ضمن لي؟ وانتي أكتر وحدة عارفاني ما كان حملش نغامر. وهي تقول إيوا إمتى غيتحل عندك داك القلب الحجري؟ قلت ليها أودي راه تحل غير خلينا ساكتين. وهي تقول ياك العيشورية وخازنة عليا قولي لي يا شكون وليتي تخبي على ميمتك. قلت ودورت وجهي حشمت عبد الله. وهي تقول أويلي ياك ما بغيتيهش. قلت ليها كنا وكنتو وصرنا وصرتو وشكون اللي قال لك أنا اللي ما بغيتوش؟ وهي تقول أنا عارفة كون كنتي باغاه كاع ما ديري قدامو داك الهبال وتشدي فيه بسنانك. قلت ليها دابا ما بقى ليا من شد من غير الريح. ماما بغيت نمشي لدارنا عييت بغيت نرتاح خليني نمشي عافاكي. وهي تقول ولكن شكون غيوصلك؟ قلت ليها راني كنعرف الطريق ندوز لدار خالتي ناخد داكشي اللي بقى في حوايجي ونمشي في حالي اصلا العرس سالة. وافقت ومشيت تصيفطت مع كل شيء وقلت لهم بسلامة من غير عبد الله اللي ما كان لا هو ولا أروى. اعطتني خالتي الساروت ديال دارها حيت الدار خاوية وما فيها حد حيت كل شيء جمع العروسة. وصلت للدار وجمعت حوايجي وأنا عقلي باقي كيفكر في عبد الله وقلبي محروق حيت ما غنبقاش نشوفه. حطيت الساروت في الدار باش يجي ويلقاوه وخرجت ومع السدة ديال الباب سدات لي على الكسوة على زهار. بديت كنجر أول واش بغات تتفك بغيت نقطعها ولكن الكسوة عزيزة عليا وغدا تولي شوهتي شوها. والمشكلة هي ما كاينينش الديور حدا دار خالتي والعائلة كلها في دار العريس وتليفوني ما فيهش الصولت. عييت من صيفطت لميمتي أبل مواسيل توبلي وشكون دها فيك عالية. بقيت قدام الباب كانت برد بحال شاديني بالمينوط ما عندي فين نتزعزع. شوية طاح علي الزهر من حيث لا أحتسب ودازت من قدامي واحد الطوموبيلة كانت ديال عبد الله. الله وأخيرا أتى الفرج وجاءت الشدة موراه من اللي داز وقاع ما شافني ولا يكون شاف ولكن ما ادهاش فيا. صافي احلامي تكسرات واهاتي تحطمات ونهاياتي اقتربات. هادو دعاوي عبد الله اللي خرجوا ما فيهاش. بقيت شي ساعه وانا على داك الحال عاد جا الحل ورجع عبد الله غادي جاي السلامه كل خنونه الرواح. قال عليا اش كديري هنا؟ قلت لي كنقلي في كاوكاو اللوز. وهو يقول لي قالوا لي غتمشي في حالك. قلت لي واش بان ليك وزيدون انت مالك؟ قال لي ما مالي والو يلا نوصلك. قلت ليه فين؟ قال لي المحطة اصلا محاش واش يكون الكار دابا. قلت لي اعطيني اتساع الله يرحم باك اللي فيه يكفيني. وهو يقول على مالكي؟ كان قلبي عامر وغير قال لي مالكي ودموع عينيه بداو كيتسابقوا. بديت كنبكي بسيلونسيو شويه بديت كنجهد في الفوليوم وكنبكي والنوح. وهو يقول وغير قولي لي يا مالكي قلقك شي حد؟ وانا عاد ما كنزيد في البكا بعد وجلس كيتسناني نسالي على خاطري. وهو يقول واش كتبكي على بهلول؟ قلت ليه شكون بهلول ولاش غنبكي على داك وجه القصديره؟ وهو يقول شفتك داك النهار معاه مخبين وسط الشجر. قلت لي تشوف ما شاف حنيني راه كان بغي يشوف سارة وأنا مشيت نجري عليه. قال لي يا بالصح وعلاش كتبكي؟ قلت كان بكي على ظهري العوج وسعدي الحول وحياتي المزاقلة دابا ليش حاضيني سير قديش شغلي لعندك ولا عند المعوجة ديال أرواتك. وهو يقول لي يا المعوجة؟ قلت ليه قصدت راسي. وهو يقول اه والله ما كذبتي. وبديت كنبكي. قلت ليه شكون اللي مصيفتك عليا هالعار؟ رونتي ليا حياتي وعذبتي ليا راحتي
وحرقتي ليا قلبي. قال قلبك؟ يلا صافي صافي بلا ما تبداي تاني هالعار. شنو قصدتي بحرقت ليك قلبك؟ زعما كتبغيني؟ قلت ويلي يعطيك الدل، اش فيك ما يتبغى؟ نبغيك على عصابيتك ولا على غواتك ولا على شي حاجة اخرى؟ وهو يدير جا فيها المسخوط. قلت لي وزيدون الله يرحم ديكارت على ما قال. قال لي ديكارت اش قال؟ قلت لي الغير اللي هو انت، مجرد آلات تتحرك تغطيها معاطف وتضع قبعات، باختصار الغير اللي هو انت غير موجود. ايوا اش غنبغي فيك؟ وهو يقول لي دابا بنادم كله آلات، وليني راكي مزنزنة ديال بالصح. وزيدون هذا راه تفكير كافر. قلت ليه بالصح ما عمرني فكرت فيه، اصلا حفظته غير على ود الوطن. ودابا الا غنبغي ونبكي على شي حد، اللهم نبكي ونبغي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال عليه افضل الصلاه والسلام. قلت ليه لاش غدا نبغي واحد مغرق هالذنوب؟ وزيدون المرء مع من احب، وانا اش ذنبي نمشي كفته مع واحد مقابل غير موح موح ونهار وما طال هو دودو 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 مع العيالات. قال لي هاي هاي على عاليه ولا تذكيه، امتى درتي هاد الشي بسلامتك؟ قلت لي غير اللي شافت عيني اروى. وهو يقول اروى راها اختي الزليجه. قلت لي يخوي ليك الدراس، ياك ما انا قالوا لك مسطيه وهارب ليا الديب بالقفه، اروى خت حنان الله يرحمها. قال الله يرحمها ويرحمني حتى انا معك، اروى اختي وخت حنان. قلت لي يعني حنان اختك؟ وهو يقول سكتي الله يجازيك بالخير، دابا اروى اختي من با وخت حنان من الام، صافي فهمتي؟ قلت لي ما فهمتش، عقلي على قد الحال. دابا متاكد باللي اروى اختك؟ قال والله القسم بحال ليلة شفتيها بعينيك. قلت لي صافي تيقتك، طيرتوها مني خلعه يا ولاد اللادينة. قال علاش؟ قلت لي يحساب لي غتزوج بيها. اضحك وقال وعلاش اش غيجرى الا تزوجت بغيرها؟ قلت والو. دابا انت ليش جاي كتشرح ليا وكتبرر وتحلف؟ وهو يقول والو غير حيت كنبغيك الويله. قلت لي يعطيك الويل. حلف أسيدي عبد الله؟ قال والله ولكن خساره. قلت لي علاش؟ قال لي انتي ما كتبغينيش والزواج ما كاينش في قاموسك. قلت لي الله ودي انا كنموت عليك، والقاموس اللي فيه الزواج نشري وجد باباه من الشوطية. قال بصح ويلا نمشي ونقولوها للدار، وانتي مغروسة حدا داك الباب. بديت كنبكي وقلت ناري ميمتي اش درت في حياتي؟ قال لي مالكي تاني؟ قلت لي كون قدرت نتحرك كون راني في دارنا، سدات لي الباب على جليلي. وهو يقول واش الباب عمية ما لقات في من تشد؟ وفين هو الساروت؟ قلت في الداخل. قال الله يعطيني الصبر ويعطيك عقل، مشى باش يجيب الساروت من عند خالتي وخلاني انا واقفه معلقه. جاب الله الباب شادني، اما كلها راني طارت بالفرحه. جاب الساروت وحل الباب وتطلق سراحي، وبديت كنقز من الفرحه وهو غير مشينا اطلعنا في الطوموبيل. وهو يقول عرفتي يا عالية، قلت للدار كلهم باللي غنتزوجوا وباللي كنبغيو بعضياتنا، كثرت الفرحة وراه كل شي كيتسنانا. قلت لي حلف ناري بقات فيا سارة صيدات. وهو يقول اصلا ما كناش غنتفاهمه. قلت لي واسمح لي يا عبودي انت اللي منك العيب،
وكل شي ما مفاهمش معاه. وهو يقول إيوا ظهري واش طلع ليا، ما تبقايش تقولي ليا علوشتي عبودي، عبد الله حسن اسم الراجل. قلت لي وحتى أنا ما تبقاش تقول لي علوشتي، كنحس براسي سميتي علي وعلي سميت راجل. تلاهينا في الهضرة وما حسينا غير بالطوموبيلات هزات بينا، شي حاجة دفعتنا من اللور وشي حاجة ضربات لي مع راسي بالجهد، ما حسيت غير بإيد شدات لي في إيدي والألم في جسمي وشي حاجة سخونة كتنزل لي من راسي وعيني كيتسدوا. فقت من بعد يومين وأنا ما عارفاش أشنو جرى، لقيت راسي في السبيطار والسيروم معلق لي في إيدي وحاسة بالألم في قاع أطرافي وراسي بحالة مضروب. ملي حليت عينيا لقيت ماما كتبكي وشادة لي في إيدي. قلت ليها ماما إش طرا؟ قالت درتي انتي وعبد الله كسيدة. قلت آه، وبداو التصاور ديال الحادثة كيبانو قدامي وانا نسولها وعبد الله لبس عليه فين هو نمشي نشوفه. ماما كتبكي وقالت عبد الله بنتي مشى. بمجرد ما سمعت مشى مشات مني الروح، فقدت الوعي والألم اللي كنت كنحس به تخدر. عبد الله مات واش من حياة بقات ليا من غيره؟ ايش غادا ندير انا في هاد الدنيا بلا بيه؟ كي غندير نضحك من جديد وهو تحت التراب؟ كي غيدير قلبي يضرب وهو قلبه ساكت؟ وبداو اللحظات اللي دوزناها بزوج كيدوزوا من قدامي لحظة بلحظة، عصبيته وصبره وضحكته اللي على غفلة. ندمت حيت خرجت من تحت الطبلة النهار الأول، ندمت اللي درت دوك اللقاءات الغبية، ندمت اللي رفضت وندمت من اللي ما وافقتش، على الأقل ما نبقاش في النص ونزيد نتعلق به ونزيد نبغيه أكثر. بقيت النهار كله في صدمة ودموعي في عيني، قلت كون غير مت أنا وهو يبقى. وهي تقول ماما شكون؟ قلت ليها عبد الله الله يرحمه، اديني القبر وميمتي نشم ريحته. وهي تقول شكون قال لك عبد الله مات؟ قلت ليها انتي اللي قلتي لي عبد الله مشى. هزات ايديها للسما وهي تقول يا سيدي يا ربي، الا ما تعطيها شي عقل بتشغيل تلقائي، راه هذاك اللي عندها بكثره الخمول ولات دايره عليه الخمله. انا قلت ليك عبد الله مشى لطنجه لخدمته وانتي سخفتي قبل ما نكمل. قلت مشى لطنجه وخلاني كنموت. الله يمسخه. وهي تقول على هو كره مسكين تصدم، اللي كيبغيها كتموت في كسيده، خاف عليكم شاف حاله. قلت ليها شدي شدي أميمتي عاونيني النوض نلحق على زماني قبل ما يدوزني الكار. وهي تقول واش تسطيتي انتي يالله فايقه من الكوما وتنوضي؟ انا فكرت بنتي ما عندك ما تديري بشي زواج. قلت اشنو حتى طحت على راسي عاد فقتي انتي؟ شوفي يا أميمتي انتي ما دايماش ليا، اللهم ندير راجلي وولادي كي كنتي كتقولي. وهي تقول ياك المسخوطة هذا ما نستاهل عندك. قلت ليها ما غير كنضحك معاك تيقتي، ايوا عاونيني النوض نمشي لعند سعدي قبل ما يطيروا ليا بيه. وهي تقول والله ما تنعسي حتى نصليها مع جد بوك ونردك منين جيتي. بقيت ربع ايام وانا في الفراش مجبرة وتقول ناعسة على الشوك، والنهار الخامس سمحوا لي فيه نخرج من السبيطار ونمشي للدار. وانا حلفت ليهم بحلوفي ما نمشي غير لداري اللي في طنجة. ماما رفضت في الاول ولكن عوناتني سارة في الاقناع، ماشي حيت عزيزة عليها ولكن من بعد ما عرفت باللي دار عبد الله قريبة للبحر لقيتها حجة وزيارة باش تبحر مع بهلول من بعد ما ضربوا الصداق. وصلنا بهلول بطوموبيلته
اللي ما بقى فيها غير حق الفوريان، غادو كتسكت وانا غادو كنشهد لتكون نهايتي في هاد الخرشاشه. وساره غادو كتخلع فيا ليكون عبد الله ضربها بشي تزويجه ونولي بحال البرتقاله المره. وصلنا في العشيه للدار اللي نعتات لينا خالتي امينه، وقالت لينا واحد البرقاقه جارتو باللي هاد الوقيته كيكون في البحر. عزيزي عبد الله كم هو رومانسي 100%، غيكون كيفكر في علوشته. مشينا ولقيناه جالس في البحر مسيكين مهموم. خليت دوك الزوج تومات سارة وبهلول ومشيت كننقز عند عبودي. هذا الأخير عندما رآني نقز ليس فرحا ولكن خلعة وقال عالية. قلت لي عبد الله كتحضي المواج ليعواج، هاديك راها خدمة الحاجة الحمداوية غابلة ما تعذب راسك. وهو يقول اش كديري هنا؟ قلت لي جيت عند واحد الشوافة قالوا لي ضربتها دقة بطلة. قلت ليها الشوافة شوفي لي عبد الله عينه خضراء واللافة. وهو يقول وقالت لي سيري طلقي فروج حل في البحر وانا يلا طلقته وانت تبان ليا، ما تكونش انت هو الفروج وتصيفتي زعما. وهو يقول عالية لاش جيتي؟ قلت لي وراها عاد قلت ليك. قال عالية باركة رجعي منين جيتي، انا وياك ما نليقوش لبعضياتنا. قلت لي اشنو؟ انا يلا حليت عيني من الكومة، سولت عليك انت الاول، خرجت من السبيطار باقا قاع ما دستش لدارنا وجيت عندك انت، اضربت قاع هاد المسافة كاملة واصطمت على كرامتي وكبريائي وعزة نفس باش تقول لي انت هاد الهضرة. باختصار عودها لمخك رجلي برجلك عند العدول. وهو يقول الا بقيتي معايا غتكون حياتك في خطر. قلت لي وانت مالك تكون في خطر ولا حتى في مطر؟ انا فايت لي قلت ليك في الاول عمري طوال من عمر صباح. قال شكون صباح؟ قلت لي يانا يانا. وهو يقول قلت لي شوف عبد الله الاعمار بيد الله ما بايدي ما بايدك، كل واحد من اللي كيوصل اجاله غيمشي واخا تكون راكب في طياره، فبلا ما دير لي دوك الاعذار ديال والو. وهو يقول واش كتهضري من نيتك؟ قلت لي لا من فمي. وهو يقول الله يرزقك عقل ويرزقني الصبر. قلت لي والله يرزقنا بزوج الدرية الصالحة. وهو يقول آمين. اجي بعدا مع من جيتي؟ قلت لي مع سارة وبهلول. قال فينا هما؟ قلت لي اه راهما كيتراشوا بالمواج سعداتها، بهلولها كيدير ليها خاطرها وكيرشها بالمويهات، كيتي انا حبي طاح على صمة قاتلني غير بي امتى غتجي تخطبني من دارنا؟ قال غنعاودو من الاول. بقينا تما. قلت لي وشنو المعمول؟ قال لي نتزوجو نيشان. قلت لي اياه باغي تصيدني وفلوس النفقه والصداق والدهاز وزيد وزيد باغي تقولبني فيهم. ضحك وقال لي فهادو عقلك كيحضار بازا لالا ما يقد عليك غير اللي خلقك. ودازت شهر، شهر من السعادة ليا وشهر من الأعصاب لعبد الله اللي قلت ليه نوقف على كل شي بإيدي في التوجد العرسي. ونهار جا العرس كان عبارة على حفيلة صغيرة علاقة تجيب عبد الله والوالد، ولا بغيت نرصى أحلفت ليهم حتى نشطح في عرسي، ومع الديسكور حالف عليا مزيان حيت شطرت معاه، دار ليا أغنية الصنهاجي الشيطانة ونوضتها معاه كون ما القرصات ديال أمي وحقها ديال عبد الله كون قلبنا العرس صباط، وفي الأخر قلبنا الغنى أمداح نبوية وماهر زين وقرآن. عاد رصيت وشديت الركنة، ومن بعد ما سال العرس اتفقنا ندوزو شهر العسل في طنجة وفي البلاصة اللي خدام فيها عبد الله.
اللي قلبت ليه حياته صفاها على علاها. وبالمناسبة ما بقاش كيقول لي حيت ما بقاتش كتقر فيا، ولا كيقول والله تن والله تن تهديد مفتوح، نتوقع أي حاجة نتوقع أي حاجة. المهم من هادشي كله هو الحب مع شوية ديال الحماق. عبد الله كان في الأول قدري اللي شحال هربت منه ورفضته وخليته يبعد مني بشتى الوسائل، ولكن القدر رجعه مرة أخرى وخلاني بطريقة أخرى نختار ونبغيه. يعني الزواج قدر واختيار، فأحسننا الاختيار يا بنات.